في الإجابة على الأسئلة، عندما ننظر إلى الوعاء الأول نلاحظ أن مصراه الموجب وهو المصعد من الفضة، وداخل المحلول يحتوي على نترات الفضة ومهبطه من النحاس. فماذا يحدث؟ سيتآكل المصعد وتترسب الفضة على المهبط. كيف يحدث ذلك؟ تتجه شوارد النترات إلى المصعد، ولكن النترات كما نعرف لا تفقد إلكتروناتها، فتجعل مصعد الفضة هو الذي يفقد الإلكترونات، فتتحول ذرة الفضة إلى شاردة Ag بلس وتعطينا إلكترون. يذهب هذا الإلكترون عبر المولد إلى المهبط، يجد شوارد الفضة الموجبة المنجذبة نحو المهبط، فتأخذ كل شاردة موجبة من الفضة إلكترون وتتحول إلى ذرة، ثم تترسب على المهبط فيطلى النحاس بالفضة. أما الوعاء الثاني الذي يحتوي على محلول كلور الألمنيوم ومصراه من البلاتين، فإنه سينطلق غاز الكلور عند المصعد ويترسب معدن الألمنيوم على المهبط، حيث تنتقل شوارد الكلور إلى المصعد فتفقد كل شاردة كلور إلكترون وتتحول إلى ذرة، أو نقول كل شاردتين من الكلور إلكترونين، يعني كل شاردة تفقد إلكترون وتتحد ذرتين وتعطينا غاز الكلور فينطلق عند المصعد. أما شوارد ألمنيوم فتنجذب إلى المهبط فتلتقط كل شاردة ألمنيوم أقل زي ثلاثة ثلاث إلكترونات وتترسب على المهبط.